مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة مهمة جدا لأن عندنا أمور عديدة هنتكلم فيها في جميع الجوانب محليا وعالميا وكمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الناقد الرياضي الأستاذ محمود باهي وهنستفيد في الحديث في عدد من الأمور الهامة. عايز أروح الأول لأهم العناوين لأن عندنا كلام مهم قوي لازم نتكلم فيه. يلا بينا. الأهلي يعود للقاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر الإمارات. عبد الحفيظ: الأهلي حقق أهدافه من معسكر دبي. سعد سمير: الفترة القادمة صعبة وشخصية الأهلي سلاحنا للفوز. حافلة جديدة لمنتخب مصر. اتحاد الكرة يحفز المنتخب الأولمبي معنويا وماديا لحصد أمم إفريقيا بإذن الله. أسطورة ليفربول محمد صلاح طماع. طيب في البداية مبروك طبعا لكل جماهير النادي الأهلي، مبروك للنادي الأهلي الفوز الكبير والمهم جدا في بطولة كأس مصر لكرة السلة بالأمس على نادي الزمالك النادي الكبير والكيان المحترم، ومباراة كانت كبيرة قوي ولاعبي النادي الأهلي قدموا مباراة أكثر من رائعة وشيء كان مميز ومباراة كانت مثيرة في كل الأحوال. طالما قمة أهلي وزمالك في أي لعبة من الألعاب بتبقى المباريات إيه؟ قوية. حلو، الأهلي فاز والحمد لله تأهل للدور المقبل في بطولة كأس مصر، واحنا عندنا في الحقيقه فريق مميز جدا من كره السله وقدروا ان هم السنه دي بالتحديد النادي الاهلي ان هو يكون مجموعه من اللاعبين المميزين، فبالتالي ده واضح من خلال مباراه الامس اللي من خلالها النادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه. فبالتالي مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. لكن الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها وهو فيما بعد المباراه، لقطه حصلت، لقطه عاديه جدا لما لاعب ايهاب امين مثلا لاعب النادي الاهلي يحط الكوره ما بين رجل لاعب الزمالك. ايه المشكله في كده؟ ايه الكارثه في كده؟ ليه يحصل الازمه والخناقه والمنظر اللي احنا شفناه ده؟ هل المتعه دلوقتي بقت غلط؟ يعني ان انت دلوقتي كلاعب عايز تمتع الجمهور مثلا. وعلى فكره احنا مش بنتكلم بقى هنا ايه؟ اصل ده النادي الاهلي واصل اللي دخل فيه الكوبري ده او الكوره عدت ما بين رجله ده لعيب في نادي الزمالك، لا. انسى دلوقتي الاسماء، انسى الانديه. مش بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في اخلاق، بنتكلم في امور بتعطل الرياضه في مصر. للاسف اللي بيحصل ده او اللي حصل امبارح ده ناتج عن شحن ازاي؟ شحن من تصريحات مسؤولين. لما مسؤولين يطلعوا يتكلموا بطريقه غير لائقه فبالتالي لعيبه النادي ده او اللعيبه اللي بيبقى مسؤول عنهم مسؤول من المسؤولين يعني بيتاثروا بهذا الشحن. فبالتالي بيبقى ده الناتج الطبيعي جدا من عن تصرفات يعني. فللاسف اللي حصل امبارح ده شيء ما كانش ليه اي لازمه خالص، ومش معنى ان مثلا لعيب عمل مهاره معينه ان تحصل كل الخناقه دي، لان ده دي حاجه في الكوره يعني، في الكوره اي لعبه يعني، حاجه في اي لعبه لما يكون في مهاره معينه بتنفذها في اي لعبه، عدت الكوره بين رجليه، الكوره من فوق دماغه، من جنبه، من اي حاجه، كل ده طبيعي وكل ده عادي. دي اللقطه. بص بقى، بص اللي حصل ده الكوبري. هو الكوبري بصراحه حلو وممتع بصراحه يعني، عشان نتكلم كده ايه من غير اي تريقه او حاجه، لان احنا طريقتنا احنا مش بتوع قصف جبهات يا جماعه، احنا قلنا لحضراتكم الكلام ده من الاول، احنا بنحلل امر حصل يعني. الكوبري جميل، مهاره رائعه، وما فيهاش اي مشكله ان انت تعمل مهارات في الملعب وتمتع الجماهير وتمتع الناس تتفرج والمشاهدين وكلام من ده. لكن ما بعد الكوبري كفايه بقى بيبو، كفايه الكوبري، لان ممكن البعض يقول لك يفتكر ايه ان احنا عمالين ونعيد في اللعبه دي. لا، احنا مش عايزين الاتجاه ده، مش ده الاتجاه بتاعنا. ده بقى بعد الكوبري ايه اللي حصل؟ بص اللاعب اللي هو الاصلع ده اللي في نادي الزمالك وبعض اللاعبين راحوا وراه ويتخانقوا مع لعيبه النادي الاهلي اللي هم المفروض كلهم زمايل في منتخب مصر لكره السله، تمام؟ ايه اللي ليه يعني كل ده عشان مره حصلت؟ ايه الغل ده؟ ايه الشحن ده؟ انا انسى اسماء الانديه دلوقتي، احنا بنتكلم في رياضه، ده تنافس يا جماعه. ما هو ياما الزمالك كسب الاهلي في كره السله وياما الاهلي كسب الزمالك في كره السله، عشان لعبه زي دي يحصل خناقه؟
هو ده اللي احنا مستنيينه؟ هو ده اللي احنا عمالين بنتكلم وبننبح صوتنا على مدار الاسابيع والشهور والسنوات الماضيه، ان يا جماعه عايزين بقى الجمهور يرجع للمدرجات؟ الواضح ان الناس نفسها اللعيبه دول المفروض مسؤولين عن تصرفاتهم. انتوا بطريقتكم كده انتوا بتعطلوا عوده الجماهير للمدرجات. بالمناسبه انا عايز اشيد كل الاشاده بجمهور النادي الاهلي اللي هم كانوا موجودين امبارح، اللي هم اعضاء النادي الاهلي، وكان طبقا للي تم الاتفاق عليه 50 من هنا و50 من هنا، 50 فرد من الاهلي و50 فرد من الزمالك هم اللي يحضروا المباراه، تمام؟ والقرعه هي اللي جابت ان المباراه تبقى في النادي الاهلي، في صاله النادي الاهلي في الجزيره. فانا عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي اللي ما انجرش لكل الاستفزازات، لان في الحقيقه كلنا طبعا كلكم اتفرجتوا على بعض الفيديوهات من امبارح من بعد المباراه على طول، وفيديوهات غير لائقه اطلاقا، وطريقه وكلام يعني للاسف للاسف محتاج تصرف ورد فعل مناسب من الاتحاد المصري لكره السله. لازم، احنا مستنيين منهم. بص ايه الضرب ده، في ايه يا ابني، في ايه يا ابني، ليه كل ده عشان كوبري؟ كل ده عشان وكراسي ومش كراسي؟ ايه ده، ايه ده، ايه الاسلوب ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه؟ هو ده مستقبل الرياضه في مصر؟ ما كل الحاجات دي بتدي انطباعات عند الجهات الامنيه بقى، واللي احنا كنا بنحاول نقول لهم نتحايل عليهم يا جماعه رجعوا لنا الجمهور للمدرجات، دلوقتي هنطلب بانهي يعني شكل، يعني هنطلب ازاي، بانهي وش هنقول للناس رجعوا لنا الجمهور للمدرجات؟ لما لاعب زي ده مثلا عمال بيجري، مع كل الاحترام لكل الشخصيات، لكن التصرف ده ما حدش يحترم التصرفات دي اطلاقا خالص، ما فيهاش نقاش يعني. ايا كان اللي حصل، ليه التصرف ده؟ ممكن تتحدى، ممكن تقول طب ماشي الماتش الجاي لما لعبك اما قابلك في الدوري هنشوف هنعمل ايه، الكلام من ده كل ده امر تنافسي ما فيهوش اي مشكله. لكن انت عشان خاطر واحد عدى الكوره ما بين رجليك او ما بين رجلين زميلك في الملعب في لقطه مهاريه رائعه الناس كلها اهلاوي وزملكاوي اتمتع بيها، لعبه حلوه، تروح عامل كل ده؟ ففي الحقيقه الموضوع غريب جدا، موضوع غريب جدا، وما كناش نتمنى ان احنا نشوف المشهد ده اطلاقا. ليه يا ابن الحماس ده، ليه، ليه كده؟ التنافس في الملعب بس، التنافس يا حبيبي في الملعب بس. اللي انت بتعمله ده يعني ده شكلك انت اللي وحش، انت لما جريت كده بتعتدي على لعيبه النادي الاهلي او بتعتدي على اي، من غير اسماء برضه عشان ابقى برضه عند نفس كلامي، بتعتدي على زمايلك المفروض معاك في منتخب مصر، دي صورتك انت اللي سيئه جدا. حاجه غريبه، انت لا بتحترم مجلس ادارتك، تمام؟ اللي عمل التصرف ده ما بيحترمش مجلس ادارته، ما بيحترمش جماهير ناديه، ما بيحترمش المكان اللي هو فيه، ما بيحترمش زمايله سواء في فرقته او في الفرقه المنافسه. فللاسف شيء سيء جدا. احنا في الحقيقه في انتظار قرارات رادعه من اتحاد كره السله بعد هذا المشهد اللي ما كناش نتمنى ان احنا نشوفه اطلاقا في ملاعبنا. لازم يبقى في قرارات رادعه، طبعا مراقب المباراه بيعمل تقرير، والتقرير اكيد هيتسلم خلال ساعات، وبعد كده يبقى في قرارات. عايزين نشوف القرارات دي هتبقى ايه؟ لان لازم يكون حزم، في حزم في القرارات دي، لازم يبقى في عقوبات رادعه على اللي اتسبب. وبالمناسبه عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم على ان الزمالك هو اللي لازم يتعاقب وكلام من ده، مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي من نفسه، من نفسه لو لقى حد اخطا او لقى حد عمل مشكله كبيره في المشهد ده هيعاقبه من غير ما تفكر. وفي مناسبات قبل كده حصل فيها الجزئيه دي، يعني مثلا عندك تنس الطاوله البطوله العربيه اللي كانت في المغرب، اتنين لعيبه اتخانقوا مع بعض اترحلوا على مصر وكسبنا البطوله برضه، النادي الاهلي كسب البطوله بس برضه، تمام؟ كره الماء والاهلي شطب فيها بعض اللاعبين والازمه اللي كانت حصلت والمشكله والخناقه اللي كانت حصلت، فالاهلي من نفسه بيشوف مين اخطا من عنده من جواه وهيحاسبه، مسؤول بقى امن مثلا، مسؤول او لعيب او جهاز فني، الاهلي بيتصرف في الحاجات دي. لكن احنا في انتظار بقى النادي الاخر هيعمل ايه، هيعاقب لعيبته ازاي، ولا هيطلع يدافع عنهم؟ لو طلع دافع عنهم يبقى هو بقى عاجبه الكلام ده وبيأكد الكلام اللي بيتقال عليه في الحقيقه. فلازم في عقوبات رادعه من الاتحاد المصري لكره السله. وانا عاجبني قوي جمهور النادي الاهلي وهعيدها وازيدها، لان كان ممكن امبارح تحصل كارثه. طب افرض مثلا كان الصاله مملوءه على الاخر، يعني ناس كتير جدا موجودين من هنا ومن هنا، لو ممتلئه على الاخر كان ايه اللي ممكن يحصل؟ بعدين ايه الصاله على الملعب على طول؟ مفيش ولا حواجز ولا بتاع.
انا عارف ان الجماهير جماهير محترمه كلها سواء اهلي او زمالك، لكن في نفس الوقت انت لما تشوف لعيبتك بتعمل كده انت كمان هتسخن غصب عنك، هيجي لك فرصه تنزل الملعب ممكن تنزل، كل واحد حسب بقى شخصيته وحسب دماغه وعقليته يعني، فانت مش ضامن، مش ضامن كل واحد ممكن يعمل ايه، فما بالك لو كان الملعب مملوء عن اخره يعني، كان ايه اللي ممكن ننتظره؟ كان ايه اللي ممكن نشوفه؟ كارثه ثانيه؟ لا طبعا احنا مش مساعدين لاي كوارث اخرى بصراحه. احنا المفروض بنساعد الدوله على عوده الرياضه بشكل كويس وبشكل طبيعي زي ما كانت قبل كده، لكن لما الدوله نفسها والمسؤولين في الدوله يشوفوا المنظر ده، طب هتلومهم على ايه بعد كده؟ او هتقول لهم يا جماعه والنبي رجعوا لنا الجمهور ازاي؟ طالما اللاعب نفسه مش مسؤول عن تصرفاته. فهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، لان المنظر في الحقيقه كان سيء جدا. اتكلمنا في الازمه دي وفي الجزئيه دي، واكيد هيبقى في كلام اكتر كمان مع كابتن خالد العوضي في حلقه العاب الصالات بعدينا، وهتشوفوا بعض اللقطات كمان المهمه وبعض اللقاءات مع لاعبي وجهاز الفني للنادي الاهلي بعد انتهاء هذه المباراه. نتمنى الامر ده ما يتكررش مره تانية، ونتمنى ان احنا نشوف قرارات حاسمه من الاتحاد المصري لكره السله بدون التحيز لاي طرف من الاطراف. لو الزمالك غلط في حاجه عاقبه، لو الاهلي غلط في حاجه عاقبه، احنا بنقول لكم من هنا من خلال قناه النادي الاهلي عاقب اللي غلط عاقبه، لكن واضح خلي بالك واضح مين اللي ابتدى بالاعتداء. هتقول لي اصل لعيب النادي الاهلي هي مرر الكره من ما بين رجل لعيب نادي الزمالك، هو ده اعتداء ولا دي مهاره ولا ده دي لقطه ممتعه في الكوره في كره السله؟ ولو حصلت في كره القدم، لو مثلا بنشبهها بكره القدم، ميسي كل يوم بيحط كوبري في لعيب كل يوم ما عندوش مشكله، هل بتشوف بقى لعيب الفرقه الثانيه بيجري عليه وازاي تعمل فيا كده وازاي تهني ومش عارف؟ ده بواتنج بتاع بايرن ميسي رقصه ترقيصه لغايه دلوقتي الناس بتتريق عليه في تشامبيونز ليج من كام سنه، لما ثبته وراح لامم وحط الكوره والولد وقع على ظهره ورجله اتثبتت وقع خلاص. هل قام مسك في ميسي؟ هل قام اتخانق معاه؟ انا بجيب المثل يعني المثال اللي احنا بنتابعه او الاغلبيه بيتابعوا كره القدم وفي اوروبا كمان، فمش ازمه يعني، مش دي القصه اللي يحصل عليها المشكله دي كلها يعني. فاللي ابتدى بالاعتداء هو او هم لعيبه نادي الزمالك، لازم برضو الاتحاد المصري لكره السله ومراقب للمباراه واللي اكيد احنا كلنا ثقه فيه وثقه في قرارات الاتحاد المصري لكره السله يراعي كل هذه الامور، مين اللي ابتدى؟ مين اللي افتعل الازمه؟ وتبتدي بقى تاخد عقوباتك، واحنا واثقين فيكم كل الثقه وهنشوف الامور هتخلص على ايه باذن الله. نتمنى ان ده ما يتكررش تاني في ملاعبنا خالص، لا من اهلي ولا من زمالك ولا اسماعيلي ولا من اي فرقه في اي لعبه من الالعاب، لان يا جماعه احنا كده بنعطل نفسنا جامد قوي في الرياضه المصريه للاسف، واحنا عندنا مواهب كبيره وامكانيات عظيمه وبنيه تحتيه مفيش احسن منها، وفي مسانده من الدوله ومن وزاره الشباب والرياضه وفي كل الامور، الناس كلها عايزه تساعد على ان الحياه الطبيعيه ترجع للملاعب بالشكل المطلوب يعني، لكن احنا كده بنعطلها. احنا كمين؟ كنا قبل كده بنتكلم على الجمهور، دلوقتي بنتكلم على اللعيبه وتصرفاتهم، هم مش قد المسؤوليه للاسف الشديد. ده فيما يتعلق بكرة السلة. فيما يتعلق بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالتحديد، واحنا عارفين ان المعسكر خلص خلاص، وخلال بالظبط ساعة الا ربع ان شاء الله يكون الفريق وصل لمطار القاهرة الدولي، ودي لقطات من بداية الرحلة، رحلة العودة من دبي للقاهرة، هم دلوقتي في الطيارة وصلوا بإذن الله الساعة 7 مساء النهاردة. الصبح كان في مران في الجيم اكتفى به لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، مران في بعض التدريبات الخاصه باللاعبين في الجيم، وبعديها مباشره توجه الفريق للمطار هناك، وان شاء الله يوصلوا لنا بالف سلامه. الجهاز الطبي كمان بيوضح موقف المصابين خلال فتره الراحه، وموقف المصابين هياخدوا الراحه الاربع ايام، احنا عارفين في راحه اربع ايام للاعبين بعد ما يوصلوا النهارده، عندك لغايه يوم 11 راحه، وبعد كده الفريق يستأنف تدريباته ومرحله اخرى مهمه جدا من الاستعداد للتحديات المقبله افريقيا وحاليا، بدايه من يوم 11 من هذا الشهر يعني من يوم الاثنين اللي جاي. فبالتالي المصابين هياخدوا راحه وان شاء الله باذن الله يعودوا من خلال التدريبات سواء بقى علاجيه او تاهيليه على حسب حاله كل واحد، او ممكن يشارك في التدريبات الجماعيه. احنا عندنا عدد من المصابين مش كتير في الحقيقه، لكن في نفس الوقت اللعيبه كلها مهمه جدا يعني. طيب من ضمن الاخبار ايضا، الجهاز الفني بيوافق على بقاء بعض اللاعبين في الامارات، احنا عارفين عشان في اجازه اربع ايام ففي بعض اللاعبين وممكن اسرهم تجيلهم او معاهم اسرهم او حاجه ياخدوا اجازه او يمدوا الفتره شويه، طبعا عندهم اربع ايام فيستغلوها في دبي يعني لاستجمام.
فالجهاز الفني وافق على كده ومفيش اي مشكله خالص على ان ينتظموا في تدريبات النادي الاهلي بدايه من يوم 11 باذن الله. من ضمن الاخبار ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ، ودي جزئيه مهمه في الحقيقه جدا، لان كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان الاهلي حقق اهدافه من معسكر الامارات في الوقت، للاسف في ناس كتير جدا بتقول ايه المعسكر ده، المعسكر ما كانش ليه لازمه وكلام من ده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده اول امبارح. فلا طبعا المعسكر كان مهم في جوانب عديده ركز عليها الجهاز الفني بقياده ريني فايلر، وجوانب كلها مهمه سواء فنيا او بدنيا او فيما يتعلق بالانسجام المطلوب، فيما يتعلق بالوصول للفكر اللي بيطلبه مستر فايلر، كمان فيما يخص الشكل التكتيكي واستراتيجيه اللعب الخاصه بالفريق خلال الفتره اللي جايه. اكيد الراجل استغل المعسكر ده في كده. هتقولي ما الدوليين رجعوا، طبعا الدوليين كانوا موجودين برضه في اول معسكر، رجعوا امتى؟ اول امبارح بس، والفريق اهو بيرجع النهارده، يعني تدريبين بس تلعبوا من غير او تمرن الفريق تمرينين من غير الدوليين يعني. وايضا فرصه للاعبين اللي كانوا مش موجودين مع الفريق في المباريات الرسميه بصوره او بدقائق كثيره يعني. فبالتالي معسكر مهم جدا ومفيد، وكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه كمان بيؤكد على هذه الجزئيه وقال ان الفريق استفاد بشكل قوي وبتحديد الجهاز الفني والمعسكر الخارجي من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنيه الى جانب تحقيق الاهداف التي سعى اليها خلال المرحله الاولى من فتره الاعداد وفق النظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فتره التوقف. طيب طبعا كل هذه الامور غايه في الاهميه. فيما يتعلق بتصريحات سعد سمير، وده شيء مهم، امبارح كان في لقاء كده بحيي زمايلنا عليه في الحقيقه اللي كانوا موجودين واللي كانوا بيرافقوا البعثه هناك في دبي لسعد سمير، وفي لقاء كمان ما بين سعد وحسام عاشور، اللقاء كان طريف في الحقيقه، لكن في بعض الكلمات المهمه بالنسبه لنا بقى فيما يتعلق بتصريحات اللاعبين، ودايما ده اللي بنركز عليه. شفنا تصريحات على مدار الاسبوع اللي فات كله لبعض اللاعبين، وكانت بتعكس الشخصيه المميزه المطلوبه خلال هذه المرحله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، عشان الشخصيه دي اللي هتؤدي باذن الله تعالى لتحقيق الالقاب واهمها بطوله دوري افريقيا. عجبني قوي تصريحات سعد سمير امبارح، واللي اتكلم على اصابته ان هو كان عنده طبعا قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وهو خد وقته بشكل كبير قوي، وهو قال كمان ان انا كنت عايز ما استعجلش في العوده، وده كان امر مطلوب عشان يرجع سليم 100% ويكون لائق ومتاح للجهاز الفني. قال كمان ان التواصل ما بينه وما بين مستر ريني فايلر كان مميز جدا، والراجل كان بيتكلم معاه وبيقول له ان انا وانا لعيب اللي هو مستر فايلر يعني كان بيجي له اصابات كتيره، كان في بعض الاحيان بيتعجل عوده فبتتكرر اصابات، فهو نصحه بعدم التعجل، وده اللي ماشي بيه في الحقيقه سعد سمير، يعني مش مستعجل خالص، وخصوصا مفيش ماتشات دلوقتي، لكن هو كان ممكن يستعجل الفتره اللي فاتت، عايز يلحق مثلا ماتش او اثنين، عايز يثبت نفسه مع مدير فني جديد، لكن العقليه مهمه جدا والتفكير والشخصيه مهمه جدا، وانا شايف الحاجات دي في الحقيقه مش متوفره عند سعد سمير بس، عند عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، نادرا لما تلاقي العقليه مختلفه شويه في صفوف الفريق يعني. كمان من ضمن الامور الهامه اتكلم على موضوع بطوله دوري ابطال افريقيا واهميه البطوله دي بالنسبه لهم، واهميه ان الاهلي باذن الله يفوز بيها، وقال ان احنا كلنا هنسعى للفوز بهذه البطوله. هو طبعا سعد لحد دلوقتي مش مقيد في القائمه الافريقيه، لكن الروح واحده، الفريق واحد، حتى لو انت مش مقيد في القائمه الافريقيه ربما يتم تقييده في شهر يناير، لسه مش عارفين قرار الجهاز الفني ايه، لكن في كل الاحوال هي الروح والحب اللي ما بين لاعيبه النادي الاهلي هو ده اللي هيقود باذن الله لبطوله مهمه زي بطوله دوري ابطال افريقيا. اتكلم كمان على اللاعبين الصغار في الفريق واللاعيبه الجدد، ودايما بيبقى في تواصل ما بينهم ونقل الفكر من اللاعيبه القدامى او اللي عندهم خبرات مع فريق النادي الاهلي للجداد اللي جايين، تقول لهم الفريق استراتيجيته ايه، بيفكر ازاي، العقليه ماشيه ازاي، ودي كلها امور غايه في الاهميه، وتصريحات كانت مميزه في الحقيقه من سعد سمير لاعب النادي الاهلي. ده فيما يخص اخبار النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم بعد معسكر ناجح، و باذن الله في انتظار مرحله اخرى من الاستعداد لبدايه مرحله جديده سواء افريقيا او محليا، ان شاء الله التحديات كلها مهمه والنادي الاهلي قادر عليها بكل قوه باذن الله ان هو يسعد كل جماهير القلعه الحمراء في كل مكان. عايز اروح لماتشات دوري ابطال اوروبا امبارح، ماتشات كانت مهمه جدا ومميزه وفيها دروس كتيره قوي، بالتحديد فيما يتعلق ب الرومنتادا اللي بتحصل في اوروبا دايما، وشكل طبعا الملاعب والمباريات، بصوا بصراحه اقوى بطوله في العالم، لا تقول لي كاس عالم بقى كمان، هي الشامبيونز ليج الاوروبي، حاجه تانية، متعه تانية خالص، ماتشات كوره، الناس دي واضح ان هم عندهم اختراع احنا لسه ما دخلناش في مصر، لحد دلوقتي احنا ما عندناش كره قدم في مصر، ما عندناش متعه زي دي، الواحد فعلا بيتحسر، لان احنا عندنا امكانيات والله،
بس للاسف العقليه هي اللي محتاجه تتغير، الثقافه هي اللي محتاجه تتغير شويه عند لاعبتنا وعند الاجهزه الفنيه وعند بعض مسؤولينا، مش مسؤولين، بعض مسؤولين. فدي جزئيه مهمه. بالتالي امبارح كانت ماتشات مهمه، برشلونه اتعادل مع سلافيا براغ التشيكي نتيجه 0-0، واعتقد ان فالفيردي كده يعني الموضوع بالنسبه له بقى في غايه في الصعوبه، وجمهور برشلونه ما بقاش يرغب في تواجد هذا المدير الفني. ايضا عندك لايبزيج الالماني فاز على زينت سان بيترسبورغ الروسي 2-0. انتر ميلان مباراه قويه جدا مع بورسيا دورتموند، انتر ميلان اتقدم بهدفين في الشوط الاول، الشوط الثاني دورتموند رجع بثلاث اهداف وفاز بالمباراه، مباراه كانت جميله جدا تالق فيها نجمنا العربي اشرف حكيمي. ليون الفرنسي وبنفيكا 3-1 لليون، نابولي وريد بول سالزبورغ النمساوي 1-1، فالنسيا الاسباني 4-1 على ليل. ومباراه ايضا كانت يعني حاجه في قمه الروعه ما بين تشيلسي واياكس في الستامفورد بريدج، خلصت 4-4، مباراه فيها 8 اهداف. الاسبوع اللي فات كان في مباراه فيها 9 اهداف، مباراه مثلا ليستر سيتي، وكان في مباراه اخرى 10 اهداف، كانت مباراه مين يا جماعه فكروني، اللي انتهت 5-5. فبالتالي المباراه مين قولوا لي؟ ليفربول وارسنال صح، في كاس الرابطه الانجليزي. مباراه تشيلسي واياكس امستردام في درس مهم قوي لازم برضو نتكلم فيه. امبارح الحكم طرد 2 من اياكس في دقيقه واحده، في دقيقه واحده اياكس كان متقدم اعتقد 4-1 في التوقيت ده على تشيلسي في ستامفورد بريدج، تمام؟ فايه اللي حصل؟ بليند دخل في كره مشتركه، فالكره راحت دخل بشكل قوي شويه على لاعب تشيلسي، فالكره بعد ما اتقطعت راحت برضو لاعب تشيلسي، فالحكم ادى تحت فرصه، فلاعب تشيلسي شاط الكره جت في ايد لاعب اياكس، فالحكم صفر ضربه جزاء. حسب ايه؟ ضربه جزاء. رجع بقى ادى انذارين، انذار للاعب اللي عمل العرقله الاولى اللي هو بليند، واللاعب الثاني اللي تسبب في ضربه الجزاء، وكان الانذار الثاني لكل واحد فيهم، قدام الطرد ما عندوش اي مشكله خالص. يعني انت دلوقتي تستحق الطرد، حتى لو انا اديت اتاحه فرصه ولاعب ثاني يستحق الطرد هطرد الاثنين واحسب ضربه الجزاء كمان. ده اللي بيحصل في اوروبا، يعني ده اللي ممكن تشوفه من حكام اوروبا. نتمنى ان حكامنا المصريين يتعلموا من الحاجات دي، يشوفوا قوه الحكم، شخصيته عامله ازاي، بياخد القرارات ما عندوش مشكله، ما بيبصش لالوان التيشيرتات خالص، يعني ما بيفكرش في حد مثلا ممكن يكون هيطلع يشتمه او يهاجمه او كلام من ده، لا بياخد القرار هو شايفه صح. لازم حكامنا يتعلموا من الجزئيه دي. المباراه عامه خلصت 4-4 من ضمن المباريات اللي كانت امبارح، المباراه كانت مثيره جدا يعني، بعد ما تشيلسي كان متاخر 4-1 جاب 4-4 وكان شيء ممتع. ليفربول فاز على جينك البلجيكي 2-1. النهارده في بعض المباريات، بايرن ميونخ الالماني مع اولمبياكوس اليوناني، لوكوموتيف موسكو من روسيا مع يوفنتوس الايطالي، باريس سان جيرمان مع كلوب بروج، ريال مدريد مع جلاتا سراي، النجم الاحمر من صربيا مع توتنهام، بايرن ليفركوزن مع اتلتيكو مدريد، اتلانتا من ايطاليا مع مانشستر سيتي، دينامو زغرب من كرواتيا مع شختار دونيتسك. ده فيما يتعلق بدوري ابطال اوروبا. بالنسبه لليوروبا ليج، فيتوريا البرتغالي مع ارسنال، دي مباريات اليوم، واكيد مباريات هتبقى مثيره ومهمه جدا ايضا، طبعا بطوله في اوروبا او مباريات في اوروبا بتبقى مباريات مثيره. طيب عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها، نروح لفاصل الاول ونرجع نكمل، يلا بينا. استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بينورنا ويشرفنا في حلقه اليوم. يا حودة اخبارك ايه؟ ازيك يا امير؟ نورنا. الله يخليك. كله تمام؟ الحمد لله. رايك ايه في اللي حصل امبارح؟ نبتدي سخنين كده على طول، ماتش السله اهلي وزمالك. هو طبعا المنظر مش مقبول، منظر غريب جدا. هي مباراه في دور ال 16 برضه، في الاول وفي اخر مباراه في دور ال 16، ما كانتش مباراه نهائيه، فحجم الحدث وحجم المنظر اللي احنا شفناه والخناقات والمطاردات في ملعب يعني ملعب رياضي، زائد كمان المباراه بدون جمهور، ده انت يعني انت ممكن نحمد ربنا ان المباراه كانت بدون جمهور او فيها حضور يعني بسيط يقتصر يعني على مسؤولي الناديين او اداريين او كده. فطبعا المنظر كانش مقبول. كان برضو المفروض اتحاد كره السله يكون اللائحه تبقى جاهزه في حاله اللي حصل ده، تبقى تاني يوم على طول العقوبات تعلن. اللائحه مش جاهزه ولا ايه؟ لغايه دلوقتي هو لسه لجنه المسابقات هتجتمع وهتشوف وهتحقق الكلام ده كله. فطبعا الموقف حتى يبقى فيه عقوبات مبدئيه، في عقوبات واضحه وصريحه من الاول، ما يبقاش في تسويف للموضوع.
للاسف دايما بنستنى لما المشكله تقع، لما يحصل مشكله بعد كده نشوف بقى نعمل ايه. هي المفروض ان في لائحه مسلمه لكل الانديه، ده المفروض مفروض. المفروض، والانديه كلها بتقر عليها وبتمضي عليها وبتبقى موافقه على كل حاجه. طبعا المنظر طبعا كان شكله مؤسف جدا امبارح، خصوصا ان هو برده مرتبط باكبر ناديين في مصر، يا اهلي وزمالك، دول بيمثلوا شعبيه كبيره. حتى نادي الزمالك شعبيته في كره السله تعتبر برده كبيره يعني. اكيد طبعا طبعا. في نفس الوقت يعني حتى لو الموضوع فيه نوع من الاستفزاز، مثلا لعيب بيستعرض مهارته على لاعب تاني وبيستفزه، انت برضو دورك انك تحكم نفسك. انت برضو لاعب الكوره او الرياضي بشكل عام، سواء كره قدم سله يد، معرض ان هو لاي استفزاز. استفزاز انا ممكن انت كلاعب على ان بي اي مثلا بتشوف لقطات اكيد. هي الموضوع مش يا امير مش كره سله بس، حتى في الكوره. مثلا نيمار مثلا بيميل للاستعراض ويستخدم مهاراته، وساعات يسيب الكوره يقعد زي ما يعمل حركات حواليها كده، وتلاقيه برضو بيستفز المدافعين. بس ما تسيبش نفسك للاستفزاز، والا هتكون بقى تبقى مش هتبقى بيعملوا المدافعين. هل بيمسكوا في خناق نيمار مثلا؟ لان برضو هناك يا امير في لوائح محدده. يمكن هناك الاستعراض اللي بيعمله نيمار ده يبقى تسويقيا حلو حلو للبطوله اللي بيلعب فيها طبعا، تسويقيا. دلوقتي السوشيال ميديا الحركات دي كلها بتتناقلها. شفنا امبارح اللعبه بتاعت ايهاب امين انتشرت زي مرور النار كالهشيم في السوشيال ميديا. فممكن كتير ما تابعوش مباراه كره السله، المباراه كلها اتلخصت في المشهد اللي حصل بتاع امبارح. يعني الناس نسيت نتيجه المباراه، ركزت على حاجتين: اللقطه الاستعراضيه للاعب النادي الاهلي، والاحداث المؤسفه اللي حصلت بعد المباراه. فطبعا ده يعني المفروض ان اللي يكون الرياضي زي ما يقول الطبيب النفسي او المؤهل النفسي او المعد النفسي اللي يكون في كل فريق رياضي. لازم انت كلاعب انت مؤهل انك تتعرض لاي استفزاز طبعا. فما بالك يعني مثلا لو تعرضت للاستفزاز ده من جماهير منافس، كان هيكون ايه موقفك؟ هتقلب خناقه وهتقلب معركه كبيره جدا. والحمد لله ان الموضوع طلع بدون خسائر. يعني بس اللعبه زي دي يا محمود محتاجه كل اللي احنا شفناه ده. يعني بص، بخلاف بقى الالوان، بخلاف اهلي او زمالك او كلام من ده، انا بتكلم في العموم، لعبه زي دي تتسبب في خناقه كبيره وكراسي بتتحدف وكلام من ده. طب بص، احنا الصح صح والغلط غلط. المنظر مؤسف طبعا، لكن انا برضو انا بعيش دور اللاعب اللي جوه الملعب. في لعيب بيستفز من اقل حركه، في لعيب تاني يقدر يمسك نفسه. فكله مش درجه واحده. هنا بقى دور ايه؟ زي ما بنقول دور المعد البدني، دور الاداري، دور لا احنا بقى دلوقتي بقينا بنشوف ان الاداري والمدرب بيخش في الخناقه، بيضربوا بيخش في. فواضح ان المنظومه كلها مش مهيئه اصلا. يعني يعني المنظومه كلها مش عارفه ايه واجباتها وايه التزاماتها. ده كل ده وبتلعب بدون جمهور. فما بالك بقى الجمهور، وكمان الصاله ضيقه طبعا. هتبقى مجزره يعني. والحمد لله ان هي عدت على ان هي مجرد خناقه، وهتصدر عقوبات طبعا بالتاكيد. بس العيب على اتحاد كره السله ان كان المفروض تبقى لائحه جاهزه من تاني يوم، يكون محدد. وبعد كده استنى بقى نتائج، زي ما بنقول مراقب المباراه او اي المكلف بالتنسيق بين الفريقين في المباراه من مندوب اتحاد كره السله. متوقع قرار تركي تطلع امتى؟ هيتاخر ولا؟ والله يا امير، هو البيان الصادر هو مجرد ان هو ستنظر لجنه المسابقات في الامر، حتى ما حددوش ميعاد. بس المفترض يكون في اسرع وقت، ده المفترض. امتى بقى؟ احنا هنا عندنا الامور غير بره خالص يعني. طيب المباراه نفسها فنيا شفتها ازاي؟ يعني هل كانت مباراه ممتعه مثيره من وجهه نظرك يعني؟ بخلاف بقى المنظر اللي شفناه في اخر المباراه يعني. لا دايما مباريات الاهلي والزمالك بتبقى يعني حتى في كل الالعاب، مش كره القدم بس، وفي الطايره في الهاند بول وفي كره السله، المباراه كانت ممتعه جدا مثيره، بتروح وبتيجي. برضو حصلت شويه مناوشات، المباراه تتوقف شويه، واعتراض على حضور جماهيري وكده، برضو دي زودت اثاره او وقت وزمن المباراه. لكن هي المباراه كانت مثيره جدا، استحق الفوز فيها النادي الاهلي في اخر المشوار، وحقق فوز تقريبا يعني هيدي له دفعه معنويه كبيره جدا لنهايه الموسم، خاصه ان النادي الزمالك يعتبر من المنافسين الكبار جدا على بطولات كره السله في مصر في كل موسم. فكده هيبقى النادي الاهلي قدامه بقى الايه، الاختبارات الثانيه اصعب، مثلا الاتحاد او الجزيره او سبورتنج. لكن نادي برضه نادي الزمالك يعتبر قوه كبيره في كره السله في مصر. شايف الاهلي قدر ان هو يكون فريق حلو في كره السله من خلال مباراه امبارح؟ الدعم واضح من بدايه الموسم بمحترف على اعلى مستوى. كان مقدم مباراه امبارح هايله جدا وكان من نجوم المباراه. فاعتقد ان النادي الاهلي بدا مؤخرا زياده التركيز يتم على الالعاب الجماعيه الاخرى، لان برضه بدات تربي شعبيه كبيره. أكيد. امير السوشيال ميديا دلوقتي ممكن تعمل يعني بتضخم شعبيه او بتسوق لامور كانت بعيده عن اهتمامات الجماهير، خصوصا دلوقتي ما بقاش في حضور جماهيري في مباريات كره القدم. فبدات الناس تركز على لا احنا لازم ننافس في كره السله، ولازم ننافس في كره اليد، ولازم ننافس في كره الطايره. فده طبعا بيحط التزام على مجلس اداره النادي ان هو يلبي احتياجات الجماهير. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره الجايه فريق كره السله بالنادي الاهلي رجال. نروح لكره القدم شويه.
ومعسكر النادي الاهلي في الامارات ومدى اهميته، وخلاص انتهى النهارده والفريق خلاص اعتقد على وصول، يعني ان لم يكن وصل يعني مطار القاهره. بتقيم او بتشوف ازاي المعسكر ده ومدى اهميته بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو واضح يا امير ان المعسكر كانت ليه اهداف اخرى مش فنيه، بمعنى يعني لم الشمل شويه، تجهيز لاعبين بشكل بدني ونفسي، ان في لعيبه كانت بعيد خالص عن المشاركه. كويس. كانت المعسكر ده هتكتمل الاستفاده منه بشكل كبير لو في مباراه وديه على الاقل. كان هيبقى المعسكر هيبقى يعني نقول حقق نسبه نجاح اكبر شويه، لكن مجرد ان هو التدريبات او زي ما نقول ايه اللعيبه زي فصلت عن اجواء في مصر، حتى في منهم بعضهم ان هو هيكمل اجازته في الامارات، فاعتقد ان المعسكر كان هدفه مش فني اكتر ما هو تقارب شويه بين فايلر وبين اللعيبه، خاصه ان برضه فايلر جه على مسؤوليه بسرعه، يعني دخل في جو المباريات الرسميه بسرعه جدا. الهدف الفني يتحقق بس من خلال المباراه الوديه، ولا ممكن الراجل من خلال التدريبات ينفذ بعض الجمل التكتيكيه، بعض مثلا يعمل ماتش ما بين اللعيبه نفسهم، برضه بيبقى فيه استفاده فنيه اكيد يعني. ماشي، بس امين، بس برضه لما انت يعني انت برضه لما بتيجي تلعب مباراه مثلا تراي ماتش بينك وتقسيمه بين اللعيبه وبين بعضها، ما انت بتعملها هنا في مصر. طب بتشوف ازاي راي مستر فايلر ان هو ما يلعبش مباراه وديه ضعيفه ويكتفي بالتدريبات؟ رؤيته في القصه دي الحكم على الموضوع المباريات الوديه ده مش شرط، اصل مش شرط. انت لا مش شرط يعني انت حتى لو لعبت فريق انت مثلا رايح الامارات اكيد هتلاعب فريق اماراتي. المشكله هناك الدنيا برضه كل الدوريات شغاله في العالم الا مصر. هذا احنا تمام. فاكيد برضو لو انت لو مش هتلاقي فريق متفرغ ان هو عندهم دوري شغال، وعندهم كمان هناك في حاجه اسمها دوريات اولمبيه. فانت لو كنت لعبت كنت اكيد هتلاعب يا اما فريق شاب او اولمبي، او مثلا لو فريق اول برضو في الامارات او فريق درجه ثانيه بس بيلعب بالتشكيله الاحتياطيه، لان هم برضو عندهم جدول منتظم، عندهم طبعاً جدول طبعاً. مباريات وعندهم ريكفري. فالناس هناك الاجواء هناك منظمه جدا، فدي ممكن تكون من ضمن الاسباب اللي خلت ما فيش مباراه وديه في معسكر النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك المعسكر ليه ابعاد ثانيه اكتر ما هي فنيه. ان برضو في بعض اللعيبه اللي كانت محتاجه التركيز عليها زي صالح جمعه، حتى الراجل فيه تصريحات ايجابيه ليه، وصالح جمعه ليه تصريحات ايجابيه جديده ليه. زي ما بقول لك امين ان هو فايلر جه على جو المباريات الرسميه بسرعه جدا، وبعدين مباريات يعني قويه، دوري ابطال، احتكاكات دوري ابطال، بعد كده نادي الزمالك في كاس السوبر، بعد كده بدايه الدوري، بعد كده الدوري لما وقف كانت فرصه شويه ان برضه يبقى فيه نوع من التقارب. وبرضه المدرب خلي بالك فايلر من نوعيه المدربين، هو برضه مش مدرب فني بس، انا قلنا في اول ما تولى المسؤوليه ان هو راجل دارس علم نفس ودارس اعلام، راجل ذكي جدا في التعامل، فبرضه كان من المهم ان هو يقرب شويه ويعرف شخصيه كل لاعب على القرب، لان برضه خلي بالك انت طول ما في ضغط مباريات انت ما بتبقاش متفرغ لامور ثانيه جانبيه. فدي اعتقد ان المعسكر النادي الاهلي في الامارات كان ليه ابعاد ثانيه ممكن تكون اكتر اهميه لفايلر من الامور الفنيه كمان. طيب ده شيء مهم ومميز. متوقع ايه بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده بعد معسكر ده كمرحله اولى، بعدين عندك مرحله ثانيه تدريبات في التتش واستعداد قوي لاول مباراه في الدوري مع الجونه، بعد كده ماتش النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا، المنافسه تتوقعها ازاي سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو بص امير، التحدي الاكبر واضح للنادي الاهلي السنه دي اللي هو دوري ابطال افريقيا. كويس. وده واضح ان هو هدف معلن سواء للاعبين، الجهاز الفني، مجلس اداره، حتى فايلر نفسه في مؤتمر تقديمه لوسائل الاعلام اكد ان هو عارف ان النادي الاهلي بقى له فتره طويله ما بيفوزش بدوري ابطال افريقيا، وعارف كويس جدا ان هو وصل اخر نهائيين ولم يحالفه التوفيق، نهائيين ورا بعض في 2017 2018، وعارف برضو ان الفريق كان جاي من ظرف قوي جدا في خسارته من سان داونز، فده الهدف الاكبر وده التحدي الاكبر. بطوله الدوري انت هتبداها مع فريق برضو نقول ايه بلغه الكوره فريق ريزل شويه، فريق الجونه، فريق ملعبه كمان فريق يعني فريق شاب، فريق سريع. الموسم اللي فات الاهلي كسب الجونه زي ما بنقول بشق الانفس يعني 2-1، رغم ان برضو اللعيبه المعاره من النادي الاهلي ما كانتش بتشارك في المباراه، لكن فريق الجونه عنده لعيبه مميزه جدا في كل الخطوط، ولعيبه شابه، زائد في برضو حاجه ثانيه بعض خبرات كمان موجودين زي محمد نجيب مثلا عندهم خبرات في الفريق في الحقيقه، زائد ان المباراه هتيجي متحدد لها اعتقد يوم 25 فلو منتخب الاولمبي صعد لنهائي البطوله يوم 22 البطوله اللي هتتلعب في مصر هتكون المباراه بعدها بثلاث ايام، انت برضو عندك مجموعه من لاعبي المنتخب الاولمبي، يمكن رمضان صبحي اللي هو ابرز يعني اهم ابرز البصمات الفنيه اللي فايلر اللي ظهرت بيعتمد عليه يعني فدلوقتي انت المباراه بعدها بثلاث ايام دي برضو من احد الايه التحديات اللي هتقابل الجهاز الفني النادي الاهلي في المباراه، استعداد لمباراه الجونه، ثم انت عندك رحله لتونس مباراه برضو اصعب مع النجم الساحلي. فاعتقد ان كان فتره اللي هي الجونه ثم النجم الساحلي لو عديت المباراتين دول بمكسب
خصوصا كمان نجم الساحلي عنده مشاكل كتيره جدا. فالنادي الاهلي مطالب ان هو يستغل الكبوه او الفجوه الاداريه اللي في نادي النجم الساحلي. كمان ما عندهمش ملعب، بيدوروا على ملعب، اصلاحات في ملعب سوسه وملعب رادس لغايه دلوقتي هو مبدئيا ملعب رادس. فمطالب ان النادي الاهلي يستغل اللي هي الحاله الفنيه دي، ولو اني كنت اعتقد ان لو كان الدوري استمر كان هيبقى افضل للنادي الاهلي، لان الاهلي كان في حاله فنيه كويسه جدا. وطول ما انت الريتم بتاعك شغال والايقاع شغال طبعا، وتيجي توقفه مره واحده كانك بقى هتبدا الموسم من اول وجديد. فاستئناف المسابقه بمواجهه الجونه ثم النجم الساحلي هتشكل صعوبه شويه نسبيه الوقت على فريق المباراه. يعني انت مثلا عندك باذن الله تعالى منتخب الانبي يوصل لنهائي البطوله، يعني يوم 22 مباراه النهائي باذن الله، بعد كده تلعب 25، وبعد كده تلعب 29. هل التوقيتات دي هتكون عائق بالنسبه للنادي الاهلي ولا بتشوف ما زي ما بقول لك يا امير، ده التحدي بقى. هل المنتخب الاولمبي يصعد للمباراه النهائيه؟ طبعا نتمنى. طب هو تحدي، هو بقى تحدي تمام، بس ليه اتحاد الكره ما فكرش في الجوانب دي مثلا؟ هو اتحاد الكره اعتقد ان هو مش حمل تاجيلات جديده. طبعا احنا شفنا الازمه الاخيره وتاجيل الدوري والكلام ده، كان حصل صدام كبير جدا بين الانديه وبين اتحاد الكره. اتحاد الكره كان في حيره شديده، فراح اجل المباريات كلها، ولو ان انا كنت افضل ان مباراه الجونه تتلعب قبل توقف الدوري. لكن طبعا دربكه الجدول وثم تاجيل مباراه الزمالك فجاه والكلام ده كله، فاعتقد ان هو حط النادي الاهلي تحت ضغط مباراه اللي هي بتاعت الجونه، انك هترجع بعد مباراه رسميه للمنتخب الاولمبي. حتى لو المنتخب الاولمبي لا قدر الله ما وصلش المباراه النهائيه، او احنا طبعا املنا ان هو يوصل اول ثلاثه، هيكون في مباراه ثالث ورابع برضه هتتلعب، برضه هيكون المسافه الزمنيه بين مباراه المنتخب الاولمبي ومباراه النادي الاهلي هتكون حوالي 3 أو 4 أيام. فدي هتبقى تحدي كبير جدا لفايلر. ماشي، هنشوف باذن الله الجهاز الفني يقدر يتعامل مع الموقف ده ازاي، وان شاء الله ينجح في التعامل. عايز اتكلم شويه على المنتخبات، المنتخب الاول بالتحديد. وشفنا ازمه بيراميدز والمنتخب، لعيبه بيراميدز اللي ما راحوش في الاول وبعد كده جم يروحوا، فكابتن حسام بدري قال لهم لا. بتشوف الازمه دي ازاي؟ ازمتها اصلا؟ والله هي ازمه بدون داعي. دايما عندنا ازمات من غير لازمه. يعني هو واضح المشكله عندنا الانديه بتقارن نفسها ببعض. لا انا مش اقل من الاهلي والزمالك. انت شايف الازمه فين اصلا عشان نوضح للجماهير؟ يعني ممكن ما حدش يكون عارف ايه اللي حصل بالظبط. يعني الازمه الظاهر ان هو الظاهر يعني، او اللي بيقال من المسؤولين ان هو الامور ما تمش بشكل رسمي اللي هو فاكسات رسميه، لا ده هي كلها بمكالمات هاتفيه وديه وبالاتفاق وبالحب زي ما بنقول. نادي بيراميدز شايف ان الجهاز الفني المنتخب جامي الانديه على حسابه بشكل واضح، اهلي وزمالك على حسابه. ازاي؟ قصة استدعاء لاعبيه، يعني مثلا دلوقتي لاعبي الاهلي والزمالك انضموا لمعسكر المنتخب متاخر شويه، عشان في معسكر لنادي الزمالك في معسكر لنادي الاهلي. بيراميدز كان بيلعب مباراه في الكونفدراليه الملحق الكونفدراليه مع يانج افريكانز، فازاي ان هو بيراميدز لا احنا كمان ندي للاعبتنا شويه راحه قبل ما ينضموا لمعسكر المنتخب. فالموضوع ماشي بشكل مقارنات، لا احنا مش اقل من الاهلي والزمالك اللي هو زي بنعمل ضجه كده ونقول لا. وكمان بيراميدز يعني بيتسلح ان هو عنده عدد كبير جدا من لاعبيه في منتخب مصر، 7 تقريبا، 7 لاعبين، وبيقول ان احنا عندنا عدد لاعبين اكتر من انديه ثانيه، فواضح ان المقارنات انا مش اقل من الاهلي والزمالك. فبقى كل نادي من وقت للتاني تحصل مشكله فتحصل ضجه تقول لا انا مش اقل من الاهلي والزمالك، عشان ما يبقاش انا ذنب بيقولوا ايه ببلدي انا الحته المايله. لكن هي طبعا ازمه ملهاش اي داعي خالص، خصوصا كمان لعيبه بيراميدز في منهم لعيبه المفروض كابتن حسام البدري حاطط عليهم امل كبير على رأسهم عبد الله السعيد. فشايف ان الازمه الاول ملهاش لازمه، ومفروض اتحاد الكوره يكون متداخل بشكل قوي. حلها ايه الازمه دي؟ حلها هو تم استبعاد اللعيبه. تم استبعاد. طب هل في عند في الموضوع؟ ما هو واضح في الباطن كده، يعني ظاهر لنا الكلام اللي انت اتكلمت فيه. الكواليس ايه بقى؟ والله زي ما بقول لك يا عمير، الكواليس ان احنا برضو كابتن حسام بدري كان محسوب على نادي بيراميدز السنه اللي فاتت. علاقته مثلا بمسؤول هناك كلام من ده؟ وارد. كل شيء وارد، لكن مثلا لما يجي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بيقول انا بتصل ممدوح عيد ان انا بتصل بكابتن حسام بدري 4 مرات ما بيردش. فطبعا كل الكلام ده الامور ما بتتمش باحترافيه شديده يعني للاسف. فالجهاز الفني المنتخب للاسف الفتره اللي فاتت هو بادئ بكذا مشكله، يعني ما كناش نتمنى ان هي تحصل كده. وكمان انت دلوقتي داخل على معترك رسمي، انت طبعا المعسكر الشهر اللي فات كان مباراه وديه مع بوتسوانا، انما دلوقتي انت داخل بقى مع كينيا وجزر القمر وهتلعب ماتش ودي مع ليبيريا، فاعتقد انه محتاج لكل اللعيبه. فتحصل ازمه زي دي ان هو قبل ايام قليله، اتمنى ان هي يلاقوا لها حل يعني. اتمنى يعني اهميه المباراه الوديه بكره، وهل ممكن المنتخب يتاثر بلعيبه بيراميدز وغيابهم عن الفتره اللي جايه كلها؟
والله يعني المباراه الوديه بكره ممكن كابتن حسام بدري بيجرب بعض العناصر اللي هي البديله اللي هو بيحاول اللي هو يطعم بيها في ماتش جوز القمر، لان هو اعتقد ان كابتن حسام بدري هيلعب بتشكيلته الاساسيه في ماتش كيني هنا في مصر وهيريح بعض اللعيبه في مباراه جوز القمر. طبعا اختلاف قوه الفريقين، جوز القمر برده مهما كان فوارق كبيره جدا بيننا وبينهم، فهيسمح للجهاز الفني ان هو ممكن يعمل شويه تعديلات. شويه التعديلات دي لازما تكسب بعض اللعيبه اللي هي الخبرات الدوليه او الاحتكاكات الدوليه شويه. في لعيبه تنضم لمنتخب مصر اول مره، فممكن يكون مباراه غد دي هتكون بشكل كبير هتحسم مين اللي هيقدر يفرض نفسه ان هو يخش في التشكيل الاساسي لمباراه جوز القمر مش مباراه كينيا. مباراه كينيا بنسبه فوق 90% هتكون بالتشكيل الاساسي لمنتخب مصر. نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام بدري طبعا المنتخب الوطني الاول، وتحديات مهمه جدا بالنسبه لهم في الحقيقه. الاهم بالنسبه لنا الفتره دي المنتخب الاولمبي، اول مباراه بعد بكره مع منتخب مالي، منتخب من المنتخبات القويه جدا في الحقيقه منتخب مالي. بتشوف الاستعداد ازاي بالنسبه للمنتخب الاولمبي؟ وهل باذن الله باذن الله البدايه هتدينا دافع قوي لاستكمال المشوار وتحقيق الاهداف؟ هو المنتخب الاولمبي قدامه تحديات كتيره جدا، يعني اولا طبعا بخلاف اللي هو التحدي الخاص بالبطوله او الفوز بيها، او اولا اللي هو التاهل للاولمبياد بين اول ثلاث منتخبات ثم الفوز بيها وبعد كده تعويض اخفاق المنتخب الاول في كاس الامم عندنا في مصر. هتلعب على ملعبك وسط جمهورك مع جيل ما تعودش يلعب قدام جماهير بشكل كبير الا ثلاث او اربع لعيبه بالكتير. يعني ده عامل ايجابي ولا سلبي هيبقى معانا موضوع الجمهور؟ عامل يخوف يعني، هو يقلق شويه. هل يعني مدى يعني مدى استجابه اللعيبه انها لا تلعب تحت ضغط واللعيبه كمان في دماغها اللي حصل للمنتخب الاول؟ المسؤولين بياكدوا كده، الجهاز الفني بياكد كده، واللعيبه نفسهم بتاكد كده، لكن المهمه مش سهله على الاطلاق يعني. طبعا طبعا. برضو لعب في استاد القاهره ليه رهبه للعيبه كتير ما سبقش ليها ان هي تلعب في استاد القاهره. مشاكل فنيه بالنسبه برضو لتوقف الدوري، عشان كده بنقول انا شايف ان توقف الدوري كان استمرار الدوري مش توقفه كان برضو افضل للمنتخب الاولمبي، ان هو برضو كان في بعض اللعيبه كابتن شوقي غريب كان عايزها ان هي تخش في خرمه المباريات بشكل اكبر. وفي نفس الوقت في مشكله في حراسه المرمى، الثلاث حراس ما بيشاركوش بشكل اساسي مع انديتهم، فدي من المعوقات الفنيه. عندك معوقات النفسيه زي ما بنقول عامل الجمهور، هل اللعيبه دي هتقدر تتحمل ضغط الجماهير في ظل اللي هو برضو تطلعات اللي هي التاهل للاولمبياد؟ زائد برضو المنافسين، يعني انت هتبدا بدايه انا شايفها بدايه قويه جدا طبعا يعني منتخب مالي. يا امير الجيل اللي بيلعب دلوقتي هو جيل مبني على منتخب الناشئين في 2015 و2017. مالي خدت في مركز رابع وخدت ميداليه برونزيه وخدت برضو ميداليه فضيه في كاس العالم للشباب تحت 20 سنه. فالفريق حاليا بيضم الثلاث حراس مرمى هو مكون من الجيل اللي هو بتاع كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه في 2015 و2017 حراس المرمى الثلاثه. تمام. في عندهم ميزه ثانيه، عندهم اكتر من لاعب عنده اجواء اللعب في البلاد العربيه. طبعا اليو ديانج في النادي الاهلي، في زميله لاعب الوسط بيلعب في اولمبيك خريبكا، في عندهم مدافع بيلعب في الصفاقس التونسي، وعندهم برضو لعيبه برضو بتحترف في انديه كويسه، منهم لعيب بيلعب في ناشئين باريس سان جيرمان بيلعب دوري ابطال اوروبا للشباب اسمه موسى سيسوكو. ده برضو لعيب كويس مميز ده. راسين الحربه برضو من الجيل بتاع منتخب الناشئين اللي في 2015 2017، فواضح ان الجيل ده طالع مع بعض. يعني طالع واحد عندهم انسجام حوالي ست او سبع عناصر. الكلام ده مش عندنا للاسف، يعني احنا عندنا برضو كان الجيل بتاع مواليد 97 كان مع كابتن معتمد جمال، للاسف ما قدرش يتاهل لكاس العالم للشباب. ففريق منتخب مالي انا شايفه ان هو اصعب منافس لينا، فهتبدا البدايه قويه. اتمنى ان يكون برضو رهبه انك بتلعب في وسط ملعبك وجماهيرك تتنقل للمنافس، لكن اعتقد انها تبقى مباراه صعبه قوي. يمكن اصعب مباراه مباراه مالي. لان هو زي ما بقول لك امير هو منتخب متجانس وجيل طالع مع بعضه، زي ما كان كابتن حسن شحاته جيل 83 مواليد 83 اللي هو فتحي وعبد ربه وعمرو زكي ومتعب طبعاً. ثم لحق فيه اللي هو شوقي وحسام غالي، فكان في تدرج في الاجيال والفريق ده منسجم مع بعضه ومدير فني بتاعهم بيعمل معاهم من فتره طويله. فمنتخب مالي من المنتخبات اللي هي بتعمل نتائج كويسه في المراحل العمريه الصغيره، على مش على مستوى افريقيا لا، كمان على مستوى بطولات العالم. فمالي يعتبر من اقوى المنافسين في البطوله. في ظل القلق من الجماهير المصريه بعد المباريات الوديه للمنتخب الاولمبي، مطلوب ايه خلال الفتره الجايه سواء من كابتن شوقي غريب او من الجمهور اللي هيكون متواجد في المدرجات؟ بص يا امير انا مش قلقان بنسبه كبيره من الجمهور، لان يعني برضه الجمهور برضه كان منتخب مصر الاول في كاس افريقيا كانت عروضه سيئه جدا مش مرضيه.
ومع ذلك الجمهور ما كانش وحصلت مشاكل كتيره بره الملعب بخصوص لعيبه كبار في الفريق، ومع ذلك كان الجمهور مدعم ومساند كويس. ما كانش فيه اللي هو الزوم، يعني ان هو ما بيزومش او ما بيستهجنش لعيبه او بيخش في احتكاكات او بيهتف ضد لعيبه. فانا مش قلقان من عامل الجمهور بنسبه كبيره يعني. القلق كله زي ما بقول لك اللي هي العناصر الفنيه اللي هتلعب لاول مره تحت ضغط جمهور، وكابتن شوقي غريب وتاهيله للاعبين في النقطه دي واستقراره على خطه معينه. ان كابتن شوقي غريب بيقول انا جربت اكتر من خطه في المباريات الوديه عشان بحاول اجهز كذا لعيب يلعب في اكتر من مركز، فده برضو تحدي على كابتن شوقي غريب. بس التوقيت اعتقد كان غلط شويه، التوقيت ان انت بتجرب فيه لعيبه في اماكن مختلفه في اخر مباراه وديه ليك قبل البطوله، مش برضو تفكير لان العناصر المتاحه ليه اصلا مش اساسيه في انديتها، يعني في تنقلات كتير. انت بتيجي تتكلم في قائمه المنتخب الاولمبي هتلاقي عناصر كتيره جدا اساسيه في انديتها، يعني لاعبي الجون اكترهم ماشي، ولاعبي الاهلي، لاعبي الاهلي ما انت عندك مثلا رمضان صبحي رمضان نجم أساسي. الفريق طبعا تمام، وقائد الفريق صلاح محسن على فترات بالظبط كده، ده اللي برضه صلاح محسن على فترات، مصطفى محمد في الزمالك مثلا، مصطفى محمد يعني بدا بيلعب. بدا الموسم ده شويه مع الزمالك كويس، وكان الموسمين اللي فات مع طنطا وطلع الجيش كان كويس، طاهر محمد طاهر، لكن اللعب على المستوى الدولي مختلف يا امير. يعني مثلا مصطفى اسامه جلال، مصطفى محمد لعيب مميز جدا، لكن برضه ما اندمجش مع او ما شاركش بشكل كبير مع نادي الزمالك في بطوله افريقيه مثلا، ما شاركش سيزون كامل مع نادي الزمالك. لكن رمضان صبحي راجل لعب كاس عالم، لعب كاس امم افريقيا، لعب كاس امم افريقيا، لعب دوري ابطال افريقيا اكتر من مره مع النادي الاهلي، موسمين احترف في الدوري الانجليزي، فده يعتبر اتقل عنصر عندك في الفريق. فكان كابتن شوقي غريب هو بيتمنى بينه وبين نفسه ان هو يكون عنده 3-4 زي رمضان صبحي بنفس المقاومات، وهم هيسوقوا بقيه الفريق يعني، او بقيه الفريق يطلع عليهم او زي ما يكون ايه زي يشيلوا الفريق على كتفهم. شايف ان المهارات او القدرات الجيده جدا اللي عند عناصر منتخبنا تعوض عدم الانسجام النسبي او عدم المشاركه لبعض اللاعبين زي ما انت بتتكلم؟ الامكانيات الفنيه ممتازه، في عمار حمدي برضو في النادي الاهلي وكان عمل نص التاني من الموسم اللي فات بشكل ممتاز مع نادي الاتحاد، في احمد ابو الفتوح في نادي سموحه بتيجي فيه اشاده كبيره جدا من كابتن حسام حسن ومن كابتن شوقي غريب نفسه، وكابتن شوقي غريب بدا يعتمد عليه في اكتر من مركز اللي هو قلب الدفاع ومركز الباك الشمال. طاهر من العناصر اللي عليها كلام كتير جدا وتم ترشيح للنادي الاهلي اكتر من مره، وخد برضو تجربه قصيره في الدوري الفرنسي مع نادي لوهاف، مع ناسين ناصر ماهر كمان، ناصر ماهر برضو من ضمن العناصر المميزه جدا. لكن يا امير العناصر المميزه شيء والاحتكاك الدولي شيء تاني خالص. يعني فاهمني، يعني برضو في لعيبه محتاجه ان هي مثلا ناصر ماهر لو كان استمر في نادي الاهلي موسمين ثلاثه كان هيتقل اكتر، يعني هو لعب في سموحه معار، لعب في بتروجيت معار، لكن برضو لما اتحط تحت ضغط شديد في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي برضه لسه صغير، محتاج اللي هو ما هو اللعيب ده المشكله يا امير في الجيل ده ان الجيل ده كله طالع سند على بعضه، مفيش اللي هو يعني مثلا حتى في الانديه معدل الاعمار كله قريب من بعض. لكن كنت الاول بتيجي مثلا تلاقي في الجيل اللي فات الجيل الذهبي اللي فات كنت بتلاقي مثلا لعيب عنده 26 27 سنه ولعيب عنده 20 21 سنه، لا دلوقتي الجيل كله طالع مستوى الاعمار قريب جدا من بعض فعلا. فمعدل الخبرات ممكن يعني مثلا يطلع لك بديله امل مثلا لعيب زي رمضان صبحي يبقى فلتة، عندك مصطفى محمد فلتة، عندك مثلا طاهر فلتة، لكن كلهم في مستوى عمري ومستوى خبرات يعتبر واحد ومتقارب. فدي برضو بتبقى عائق كبير جدا قدام الجهاز الفني. تتوقع مين يكون حارس مرمى منتخب مصر، عمر رضوان ولا محمد صبحي ولا عمر صلاح؟ لا بنسبة كبيرة عمر رضوان. عمر رضوان ايه اللي يرجح كفته؟ اولا محمد صبحي كان حارس مميز جدا مع نادي بتروجيت، لكن لما اتنقل للزمالك السنه دي ما لعبش غير اخر 20 دقيقه في ماتش جنراسيون، وواضح ان هو كان عنده ثقه كمان لما نزل، ثقه في نفسه كويسه في ماتش، هو حارس كويس جدا. حارس كويس جدا، وكابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الاول كان هو اللي اشاد بيه اشاده كبيره، وهو اللي وراء التعاقد نادي الزمالك معاه، وقال ان ده مستقبل اللي قدامه، هو حارس كويس وادى موسم كويس مع بتروجيت رغم هبوط بتروجيت، لكن هو كان مؤدي موسم كويس جدا كويس. برده عمر صلاح نفس القصه، ما كان مع نادي الزمالك لعب نهائي الكونفدراليه ضد نهضه بركان وعمل ماتش هايل في المغرب، لكن برضو بانتقاله لسموحه بعد عن الصوره. عمر رضوان برضو بعد شويه مع الجونه، لكن معدل مشاركته في المباريات او حساسيته في المباريات اعلى شويه. يعني هو بيتبادل القصه مع يعني بيتبادل المشاركه مع محمود الغرباوي زميله في الجونه، فمعدل مشاركته اكتر، وكابتن شوقي غريب بيدور على عناصر اللي هي عندها الحساسيه دايسه الملعب اكتر شويه. فعشان كده اتوقع بنسبه كبيره ان يكون عمر رضوان هو الحارس الاساسي في البطوله. متفائل ان شاء الله؟ والله بص يا امير، يعني كره القدم يعني ما فيهاش تفاؤل وتشاؤم، بس اتمنى يعني اتمنى ده كمعطيات انت بتشوفها يعني، لا اتمنى ان اللعيبه تتحمل مسؤوليه شويه بس مش اكتر، يعني برضو الجيل ده تحس ان هو ايه يعني
في يعني متدلع شويه. الجيل ده محتاج يعني ان هو يبص للجيل اللي فات. يعني متدلع بمعنى ايه يعني؟ يعني حصل اخفاقات كتيره جدا، ومع ذلك تحس ان في حاله من ايه يعني رد الفعل عندهم مش قوي او بيبقى متاخر. الجيل ده لازم يبص للجيل اللي فات. يعني محمد صلاح ومحمد النني طلعوا عن طريق الاولمبياد لندن، كان ادائهم كويس جدا فعلا. شاركوا مع منتخب مصر الشباب في كاس العالم 2011. حجازي والنني ومحمد صلاح، كان الجيل ده هو اللي كان احمد الشناوي كان موجود، واحمد الشناوي كان فتره من فترات هو حارس مرمى بيراميدز، كان مرشح ان هو ينتقل لنادي ريال بيتيس الاسباني وهو من النادي المصري. فانت برضو لازم تطمع اكتر في انجازات اكتر، ما يكونش مجرد طموحك انك تلعب اساسي في الدوري المصري. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وكلنا وراهم وبندعم طبعا منتخبنا الاولمبي، لان في الحقيقه يعني تحدي مهم جدا، ومن خلاله تقدر تحقق هدفين. الاول ان انت تتاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله 2020، والثاني ان انت تفوز باللقب باذن الله تعالى. عايز اتكلم معاك شويه بقى عالميا، بعد ماتشات دوري ابطال اوروبا امبارح، ايه رايك؟ ماتشات فظيعه في الحقيقه. يعني متعه ما فيش احسن من كده بصراحه. يعني شفت مثلا ماتش اياكس وتشيلسي مثلا، دورتموند انتر ميلان مثلا، ده حاجه جامده جدا. في برشلونه وسلافيا براغ يعني، بس انت تعادل سلبي، بس كان ماتش حلو برضه. لا هو بص، في يعني تحس ان القوى الكرويه الكبيره في اوروبا مهزوزه جامد يعني. يعني فالفيردي داخل ببرشلونه في حيطه سد. وما بيغروش المدرب. لا هو بص العقليه هناك. لا ما بيغروش المدرب، يعني مدرب مغلوب 4-0 من ليفربول، وقبلها 3-0 من روما. مع ذلك هم عندهم مشروع، هم الواحد يعني اداره برشلونه وحدها هي اللي عارفاه، العالم كله مش عارفه، لكن اداره برشلونه هي اللي عارفاه. هي بتتحرك في اتجاه غريب جدا. يعني في اداره كانت عايزه نيمار وراحت جابت جريزمان، اللي هو اصلا مش واضح ان العلاقه بينه وبين ميسي في الملعب مش مفيش تجانس خالص، مهزوزه. يعني هم الاثنين بينه وبين بعض يعني ما بيبصوش الكوره لبعض اصلا تقريبا، الا نادرا يعني مره ولا مرتين كل شوط. ولعيب جايب ثمن كبير. الناحيه الثانيه مثلا انتر ميلان، يعني ممكن مشكله برشلونه دي ممكن تاثر عليه، ممكن نتوقع مفاجاه ان برشلونه بره دوري الابطال من الدور الاول. انه عنده بروسيا دورتموند وعنده انتر ميلان في ايطاليا، وانتر ميلان في ايطاليا، برشلونه اصلا في ايطاليا نتائجه ضعيفه. يعني ما كسبش غير مره واحده ميلان، واتغلب هناك مره او مرتين وتعادل مره. وميسي كميسي اللي هو الايقونه اللي بيعتمد عليها برشلونه، برده اداؤه في الملاعب الايطاليه ضعيف. ما جابش ولا جون في سان سيرو. فدي برضو تحط لك علامات استفهام كتيره. يعني عندك برشلونه الهداف بتاعه في دوري الابطال ميسي، والاهداف الذاتيه لا دي حاجه صعبه جدا يعني فعلا. حاجه صعبه. عندك ليفربول ماشي بخطه ثابته، يمكن هو دلوقتي اكتر فريق يعتبر متماسك في اوروبا. ريال مدريد كلام كتير وزيدان وتجيله هدايا من برشلونه فيضيعها في الدوري للاسف اكتر من مره، يفرط في الصداره. ليفربول متماسك يا امير. بس بما اننا بنتكلم على ليفربول، في بعض الجوانب اللي ممكن نتكلم فيها، يعني بتحديد خط الدفاع. السنه دي اهداف كتيره بتخش من بدايه الموسم في ليفربول. هتقول لي ادريان هو اللي كان بيلعب في بعض الاحيان، لكن ادريان برضو قاد الفريق للدوري الاوروبي او السوبر الاوروبي، وبعض المباريات قدر ان هو يرجح كفه ليفربول. نفس الكلام بالنسبه لخط الهجوم، التفاهم ما بينهم من زي السنتين اللي فاتوا. يعني للاسف مثلا محمد صلاح بيلعب بشكل فردي اكتر، بيحاول يحرز اهداف. نفس التفكير نسبيا عند ماني، فيرمينيو طبعا هو اللي بيحاول يساعد شويه. فكل ده ممكن يكون بيأثر على ليفربول. هو امير بالنسبه لليفربول زي ما بقول لك فريق متماسك، مشكلته البدائل اللي بره مش قويه، فلما بيصاب لاعب المنظومه بتهتز شويه. يعني مثلا ماتيب اتصاب فالمنظومه بتهتز بالظبط، اليسون اتصاب فالمنظومه بتهتز، يعني مستوى البديل ما بيبقاش قريب، بياخد فتره عقبال ما بيندمج مع الفرقه. الخط الامامي صلاح بشعر ان تركيزه بقى بره الملعب كتير قوي. تمام. برضه هو يجيب اجوان، عايز يجيب اجوان دايما، ده طبيعي، ده بالعكس طبيعي. حاجه كويسه، بس ما ياثرش على الفريق. بالظبط كده بقى. ما ياثرش على الفريق. وبعدين احنا كلنا نفسنا صلاح يجيب اجوان بصراحه. بس برضه ما تاثرش على الفريق وتخش في صراع معلن بينه وبين ماني، ويشوحوا لبعض ويزعقوا لبعض في الملعب. دي برضه بتسيب، مهما اتقال الكلام برضه بتسيب برضه في النفس ايه. الله اعلم برضه النفس جواها ايه. ما كل واحد ده انا عايز اكسب احسن لاعب في افريقيا، كذلك صلاح. بس صلاح دلوقتي كان هداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، خد كل الالقاب الفرديه. تمام. عرشه لما مهم، عرشه بيهز يعني احنا شفنا ميسي ورونالدو، لكن صلاح اللي خد عرشه مدافع. قلب دفاع يعني، مش مهاجم، مش هداف، مش سوبر ستار. فتخيل ان يكون نجم الفريق دلوقتي هو مدافع الفريق اللي هو فيرجيل فان دايك. فصلاح تركيزه واضح ان هو بره الملعب من بدايه الموسم. تمام. زائد
الاصابه الاخيره في ماتش ليستر سيتي واضح ان هو مش متعافي منها بشكل كامل. مش بنسبه 100%. كلوب ما بيغيرش صلاح الا للشديد القوي. كان دايما خياره الاول في التبديل كان ساديو ماني مش صلاح. صح. فمعنى ان استبداله بعد 60 دقيقه تقريبا فده يوضح ان صلاح ما كانش ماتش امبارح لاعب كله. لا بس برضو انت بتلعب على ارضك وايه ماتش تقدر تقول مستريح شويه. يعني انت مش مضغوط بتلعب برضو على فارق برضو مستوى كبير، لكن مثلا في ماتش مانشستر سيتي صلاح هيكمله للاخر، ماتش مانشستر يونايتد صلاح كان بره القايمه خالص. فبرضو الاصابه بتاعته في ماتش ليستر سيتي كانت عنيفه شويه. ماتش استون فيلا خرج في الدقيقه 65 ومأثره عليه وباين ان هي مأثره عليه، ممكن هو يكون كمان خايف على رجليه طبعا. وده طبيعي لان الاصابه كانت جامده شويه. اكيد. فيرمينو يعتبر الحلقه الهاديه اللي في ليفربول، ما مش مصير للمشاكل، تحس ان هو بيلعب للمتعه. بيلعب للمتعه. ساديو ماني عنده شويه غل ان هو لا انا لازم ارجع انافس انافس واخد احسن لاعب واجيب اجوان كتير، واعتقد ان هو تأثيره السنة دي باين جدا في ماتش استون فيلا. يعني تتوقع ليفربول يقدر يحقق الدوري؟ ده الأهم بالنسبة لهم، إن هو يحافظ على الشامبيونز ليج، ولا الأمور هتبقى صعبة؟ خصوصا مثلا عودة لعيب زي تشامبرلين بمستوى كويس بعد الإصابة الطويلة، ده ممكن يساعده؟ يكسب الدوري ليفربول لو حافظ على نفس الفارق ده لغاية نهاية الدور الأول مثلا. لأن برضه الدور الثاني أمير داخل فيه. ممكن يبقوا 9 بعد مباراة مانشستر سيتي مثلا، يا 3 9. مشكلة مانشستر سيتي الماتش الجاي هو اللي هيبين. مانشستر سيتي فريق يعني شرس جدا، متكامل طبعا. شرس جدا وعنده بدائل كتيره، ممكن يخسر مباراه لكن بيوصل الجول كتير، لكن صح. فريق ليفربول ممكن يكون سيء جدا بس بيكسب. حلوله على المرمى مش كتير باستثناء الثلاثه اللي قدام وطرفين الجنب اللي هو ارنولد وروبرتس. نتمنى كل التوفيق لنجومنا المصريين في الدوريات الاوروبيه المختلفه، طبعا ابرزهم محمد صلاح. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده مهمه جدا بكره باذن الله تعالى. الى اللقاء.